هو كان موسم يتقال عليه موسم مكعب لفروحه يعني. واو. الحقيقه يعني عشان كده برضو عايزين نرجع لاخر الكلام اللي ختمت بينا هواند. احنا اكيد طبعا كلنا عايزين لقب الدوري، احنا كاهلاويه يعني، وده العرف والعادي عند جماهير النادي الاهلي، بنحب ناخد كل الالقاب. الموسم اللي فات نقدر نقول ان احنا ايه فوتناها، عشان في خلال 8 شهور خدنا بطولتين في افريقيا، وطبعا عشان كلنا كنا مدركين وفاهمين انعكاسات ضغط المباريات، وطبعا الكلام الكتير اللي يعني قعدنا شهور نتكلم فيه يوميا مع كل حضراتكم. المهم الفتره الجايه ان شاء الله عندنا مباريات مهمه، عندنا مباريات قويه في البدايه، هيكون معانا الاسماعيلي وبعدين البنك الاهلي وبعدها الزمالك ثم المقاولين العرب والمحله، فربنا يصلح الحال ان شاء الله. انا بتفق معاك يعني، بس لو هنتكلم من الطبيعي كمان ان الاهلي ان هو يكسب اي فريق، لكن اللي احنا محتاجينه في اول كام جوله ان انت بتجمع نقاط، هي دي النقطه يعني قدر الامكان طبعا اللي احنا نقدر عليه بعد اي فتره توقف. ماتش الاسماعيلي زي ما انت بتقول اكيد صعب جدا، ما فيش حاجه بتهيألي سهله جايه ولا حاجه اصلا مضمونه يعني، احنا هنتكلم بشكل فاري يعني، لكن لازم نلعب بشخصيه الاهلي، روح الفانيلا الحمراء، اللعيبه والجهاز الفني لازم يكونوا كمان عارفين ان الجماهير مش هتقبل باي خساره، وقلنا الكلام ده امبارح يعني، خلاص احنا مش عايزين اي خساره تاني ولا ضياع للقب محبب ليهم تاني يعني. ان شاء الله نكسب اول 5 ماتشات، ويعني على كل حال خلينا برضو كده نتابع، لان امبارح كان حدث كبير جدا.